السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لمسات جميلة. مرحبا بكم ومرحبا مع تحضيرات شهر رمضان المبارك لأول معسلة غادي نشارك معكم إن شاء الله، هي حلوة البوشنيخة أو شبكية ديال الحليب اللي معروفه ومعروفه، ولكن كيبقى واحد اختلاف في الطريقه ديال التحضير، كل واحد والطريقه ديالو. كاين اللي كيزيد عليها محسنات، كاين اللي كيزيد عليها كيخليها تقليديه طبيعيه ديال الناس ديال بكري، يعني كل واحد والطريقه ديالو. انا اليوم نشارك معكم واحد الطريقه سهله وزوينه بزاف اللي بالحليب، ولكن ماشيش الحليب السائل، الحليب بودره. كتجيبيه شيشه وزوينه ورائعه ما شاء الله. كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، بقاو معايا مقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنبداو بها، كناخذ قصريه كندير فيها، درت قياس كيلو ديال الدقيق، درت 200 غرام ديال الزبده، دوبتها في كاسرونه، درت عليها جوج كيسان ديال العلبه ديال الماء، خليتها حتى غلى داك الماء والزبده مزيان ولا الماء طايب، زدت عليهم ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب بودره، دوبتهم مزيان في داك الماء والزبده. وهما باش عجنت الخليطه ديالي، نسمت القليل فقط من القرفه، وانتم لكم الاختيار، ممكن تستغناو عليها ممكن ديروها. كاينين الناس اللي كيديروا النفع حبه حلاوه، هي الاصيليه، الاصيليه ديال البوشنيخه هي هذه، ما فيهاش لا عطور لا حتى شي حاجه، باش تكون مخالفه شويه على الشباكيه. كنعجن العجين ديالنا مزيان، العجين يكون مضبوط، كنديروا خماره حمراء من فئه ديال 7 غرام وساشي ديال الفاني. هادو هما المقادير ديال البوشنيخه ديالنا. عندنا 200 غرام ديال الزبده، جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء يكون سخون، 200 غرام ديال الزبده، كنحتاجو قريصه ديال الملحه وخماره حمراء وفاني. مقاديرها بسيطه وسهله ومتناول الجميع. كنعجن مزيان وكندلكها، ولكن السر ديالها بانها كتبغي تخدم سخونه بهذاك الماء الطيب اللي كنديرو اللي كنعجنو به مع الزبده. كنقطعها بالزربه بحال هكا وكنخشيها في بلاستيكه باش تسهل عليا في الالاء ديال التوريق، مادام انها الا خليتوها بتبردات لكم راه كتبقى مع ديك الزبده كتبرد، مع دابا الجو مازال بارد شويه كتبقى تبردت لكم العجينه. الطريقه ديالها هي انها تخدموها مزيان ما حتى سخونه، يعني ديروا كميه قليله تتغلبوا عليها، ومن بعد كتزيدوا كميه اخرى الا كنتو بغيتوا كميه كثيره. من بعد ملي كنحرب لهم هكا كنديرهم في البلاستيكه، كنبقى نسرح بالمدلك وكنعاود في الاله ديال التوريق، كندوزها من الجهه، كلشي كيعرف الجهه ديال سباغيتي صافي. وغتشوفوا معايا سهله مهله، ما فيها تشباك ما فيها والو. كنجمعوا الخويطات وكنبقاو نحطوا في الطاوه حتى كنكملوا الحلوه ديال البوشنيخه ديالنا كامله. ملي كنكملوها كنبداو نقليو فيها عادي وكنطفيوها في العسل. وهانتوما بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا تتمه الفيديو. اللي كان مجنن حنا منه ومنا، قالوا انه تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا. ساكن بالي ساكن بالي ساكن بالي، عارف حالي عارف حالي وعارف حالي. ساكن بالي ساكن بالي وساكن بالي، عارف حالي عارف حالي وعارف حالي. جننا حنا منو ومنا، قالوا انو تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا. اللي كان مجننا حنا منو ومنا، قالوا انو تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا.
وحنا ساكن باري ساكن باري وساكن باري وعارف حالي عارف حالي وعارف حالي ساكن باري ساكن باري وساكن باري وعارف حالي عارف حالي وعارف حالي ملي ساليت من الورقة ديالي خرجت البوشنيخة ديالي كامل. الأفضل أنكم تقرصوها مزيان في الجوانب باش ما تفتحش لكم في الزيت. خليتها في الطاوة ديالها، عمرت لي الطاوة كبيرة وواحد شوية نوريه لكم. صافي درت الزيت ديالي تسخن، من بعد ما تخنات الزيت ديالي مزيان، والأهم في البوشنيخة باش تاخد لكم اللوين واحد، ما تجيكمش محمرة من التحت وجنب بيضاء والفوق، لا كتبغي الزيت تكون كثيرة، كتبغي تكون في واحد الحمام ديال الزيت تكون كثيرة الزيت باش كطيب من جميع الجوانب. والأهم أنكم بقى تقلبوها، نتوما واقفين عليها ونتوما كتحركوها باش تاخد لون واحد. البوشنيخة لما كانت كتقلب كتاخد لون وين كتحمر من جهة وجهة، لا يعني كتبغي تقلب هي ماشي بحال الشباكية. بالنسبة البوشنيخة ديالي هذه هي الكمية اللي خرجت، هي كيلو ما شاء الله تبارك الله، راه فيه بواطة كبيرة. الزيت ديالي من بعد ما سخنات مزيان كما كتشوفوا راني درت النص ديال المقلاة، عمرت بها النص كما كتشوفوها، هي سخنات مزيان، عاد رميت البوشنيخة ديالي. وهنايا السر فاش كاين دوك السيور كينفردوا، السر هو ديك الخميره ديال الحلويات اللي كنديروا هي اللي كتخلينا البوشنيخة كتنفخ، وداك السيور كيتفردوا ما كيبقاوش لاصقين. وهنا عويد ديال القطبان ديال العود هو باش كتقلبوها صافي باش ما تهرش لكم، ودغيا كتحمر كتاخذ اللوين ديالها يكون خفيف، وكنديروها في العسل. بطبيعة الحال العسل يكون ثقيل ويكون بارد، وتخلوها فيه حتى كتشرب مزيان وكتصفيها. وبقوا معي باش تشوفوا الطبق النهائي كيف جات.
من بعد البوشنيخه ديالي ما كتشرب العسل ديالها مزيان، كنجيب واحد الصفايه او كسكاس او اي اناء كيصفي لكم العسل، كنهز فيه البوشنيخه ديالي، كنديرها كتسقطر مزيان مزيان، وكنعاود نهز داك العسل اللي تسقطرات منه كنخويه باقي عليها باش تزيد تشرب. صراحه جات زوينه، مقادير بسيطه، جربوها ما غاديش تندموا عليها، غتكون معتمده عندكم ولا اهم من هادشي كامل، بانها هشيشه رطبه كتذوب في الفم وزوينه زوينه. كنتمنى من الله انها تعجبكم وتجربوها، ورمضانكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه، عواشر مبروكه. هذا هو الطبق النهائي، كتشوفوا معايا كيف جات، اللوين ديالها زوين، سهله ما فيهاش بزاف ديال الصعوبات، وكذلك مقادير بسيطه وفي متناول الجميع. كنقول لكم الى الفيديوهات القادمه ان شاء الله، تحياتي، ما تنساونيش بتعليقكم الزوينه اللي ديما كتفرح، طبيعه الحال لايك للفيديو لاول مره يشوف قناه